تمنعوا اولادكم باش يمشيوا يرميوا واحد في الموت. هاو خويا حمزه هذا بالله هذا باش يجاهد باي قوه باش يجاهد بالله. هذا هو خويا باي قوه باش يجاهد بالله. اقلب اقلب التصوير اقلب التصوير. اي شو شو خليها خليها الجسديه نتاعو هذا بنيه الجسديه نتاعو كيف باش يجاهد باش يزد هو الكسم يهزو بيديه زوج يا رسول الله طامعين فيه هذا باش يجاهد. هزوني انا هزوني اجا اخويا نعملوا مقايضه نتبادلوا خويا جيبوا خويا ونمشي انا نجم نهز ار بي جي كل شيء سيبوه خلي امه تفرح بيه على الاقل فهمت. والشعب التونسي الشعب التونسي شدوا صغاركم ورد بالهم عليهم فهمت. هذا يا خويا ها هو ها هو خويا شو محلاه شو ما شبه خويا عليها هكا الرحمه الرحمه خلق ربي عليها هكا هذا باش يجاهد باي باي جزر باش يجاهد هذا اللهم في حاله بركه ما يعملوا حجر الناس ويفجر روحه. قال لك بالاعلاميه انا جهاد بالاعلاميه باش عملها ها وتبعته بحكم انا بحكم عمل نتاعي ولاد الزملاء وكل شيء نخدم في شركه اتصالات خاصه فهمت. بحكم الاولاد عاونوني ونجموا يحدوا البلاد هو فيها اللي هو حاليا الى حد تقريبا سادسه مساء في تركيا. هو قال لي هو مشى لسوريا فهمت يا ما هو فينا مشاش وفما سبعه اشخاص من ضمنهم امراه معناتها كوبل فهمت من شيره عمرها الاعلى حيوان الخدون كلهم توجهوا بالتحديد مع الخمسه تاع العشيه كانوا متواجدين هذه نهار الجمعه متواجدوا في المطويه وبعثت لي السته في مدينه ودخلوا راس الجير. انا مشيت لليبيا انا مشيت لليبيا هبطت غاديك طرابلس كان مهبول غاديك نلوج على اخويا حتى ضرر في بالهمش فهمت. مشيت نلوج عليه نسال فماشي ريزو فماشي في بالي مركز تدريب في ليبيا على اساس يمشي غاديك نلوج عليه. مشيت في فوهد بركان وحط حد في ليبيا الا بعض الى سوريا شنو يخلي وراه وضعيه العائله الام الاخوه انا نراو في الحاله نتاعك النفسيه شنو وضعيه العائله خلي قولوا خلي قولوا للتوانسه قولوا للتوانسه بس ما عادش يخرجوا صغارهم انا تونس انت ذوما شكون ذوما عباد دمغج ذوما خطيهم مالي هاني انا خوه خوه نحكي بنحكي معاه برغم اللي كنت صيام يا حمزه روح يرحم والديك راني في بلاصه نجيك راهو في بلاصه نجيك راهو عايش خويا وبكتبك عليك راهو وبكتبك عليك راهو عليه حتى كنت سكوت سايب معاك يا سيدي جريني خوك نحبك وبكت موت عليك راهو نعملوا مقايضه يا بدر ربي نعملوا مقايضه يا خويا سايبوا خويا انا نجي انا نجم نهز السلاح نهز بيجي نجم نعمل كل شيء هو سيبوه معاك اش طامعين فيه عليه الرحمه حتى تفكر بشي جهد روحوا الرسول الرسول قال ما دام بوهم مش راضيين عليه ما تقبلش عليه باي قوه جسديه بشي جهد دمغشتوا العباد عليه خلق ربي انتم مسلمين هذا الاسلام هذا الرسول قال هكا اي دين تقالي تحكي على الاسلام وكانوا تحكي على دين اخر قش عليهم مش مسلم انا ولا كلهم مش مسلمين يا اخوي حلوا الجهاد فلسطين نمشي فلسطين جهادوا امشوا فلسطين حروا بيت المقدس حلوا قبه الصخره حاربوا الصهاينه اللي يقتلوا في المسلمين مش تمشوا تحاربوا في السوريين المسلمين كيف يقفوا ما يمنيش فيهم انا بشار ما نحملوش انا اما مش معناتها مش تمشوا غاديك مشوا فلسطين انا نمشي اول واحد جاد بفلوسي بيع كنتي كلوتي يمشي معاكم عليه الرحمه رحمه ارحموا امه وارحموا كل ام تبكي كل دمعه طابت بخدودها كل دمعة هذيك حسبكم عليها يا عباد ربي قدام ربي ذيك يوم القيامة الحمد لله فما يوم القيامة يوم حساب حاسب مريق قدام ربي الحمد لله فما رب أعلى هو العادل مش حاسبنا ويعمل الله يوم الحساب قداش تعيشوا 40 50 60 100 سنة أما يجي يوم القيامة يوم القيامة والله منكم الحق كل واحد واحد اللي بكيتوا أمي وكتبكي أي أم كانت يعمل الله وكاو يوم الحساب ملتقانا يوم عند ربي ما بين دين ربي قدام الرسول اللي كسرتوا كلامه الرسول قال ما يجاهد الا لما ترضى ام وابوه، ام وابوه مش راضيين وحتى ام وابوه راضيه. يوم الحساب والحمد لله يا ربي. من رب ان الله سيحاسبنا جميعا. ومتقنا يوم الحساب، قداش نعيشوا مهما كان. وكما قال سيدنا بلال وغدا نلتقي الاحبه، غدا نلقوا بالرسول والحمد لله فما الرسول فما الرب الاعلى اللي باش يحاسب الجميع. واضح. ويامي يقول لك حاجه، اذا كان انت متغش عليه خاطر جيت لهنا، لا يامي، انا جيت نحب المنع اخويا. حبيب مالنا اخويا هذاك اخويا راهم كنت صعيبه معاهم اخويا مهما كان انا مشيت ليبيا مستعد نمشي نجرب نجيبوه لك يا ربي المهم ما تبدلش بركه كاو وسامحني